يأتي تواجدنا اليوم على مستوى المدرسة العليا للفندقة والإطعام بعين البنيان لاختتام أول تربص للفريق منذ تولي تسييره من قبل صن الغاز. تربص سيتم تتويجه بالإعلان الرسمي عن قائمة تشكيلة اللاعبين في نادي وفاق سطيف للموسم الكروي 2023-2024، وكذا التعريف بالطواقم الإدارية التقنية والطبية للفريق. أود أن أؤكد مسعى صن الغاز وإرادتها القوية في العمل جدياً على مشروع تأسيس فريق محترف قوي لدخول عالم الاحترافية. هو التكوين، التكوين إن شاء الله يعني سترون ذلك في الميدان. طبعاً سيتم إنشاء مراكز إن شاء الله، مركز تكوين ومنشأة قاعدية إن شاء الله ستلحقها يعني بعد، وتسير بأعلى نقول بأحسن المعايير تسير في كل جوانب. لا نضع سقف لما لا ألقاب، ونعمل عليها يعني بكل جدية وبكل تنافسية، لأن مهم جدا مهم جدا مهم جدا كرة القدم تكون تسير قبل الميدان. راح نقدم 37 سنة خبرة في الميادين الجزائرية، الميادين العربية، والمعايشة على مستوى أكبر الأندية الأوروبية. بالنسبة لطرق العمل راح يكون أول طريقة، أول مشروع اللي راح يتقدم في الجزائر، وهو طريقة العمل على مستوى الأكاديمية.